إنه تقريبا دلوقتي عدى ما يقرب من سنة على بدء برنامج هذا السنة. سنة إلا شهر مثلا، يوم 5/3 إن شاء الله يبقى سنة. أنا سنة في هذا الصباح إن شاء الله 5/3. بتشوفي التجربة دي إزاي يعني أول ما وقفتيها لغاية النهاردة؟ أنا خلاص بقى ما بقتش بالنسبة لي تجربة، إحنا داخلين على سنة الحمد لله في البرنامج، بقى حياة يعني، بقى جزء مني وأنا بحس إن أنا جزء منه. عندي ارتباط جامد جدا بالناس اللي بتتابعنا وبتتفرج علينا في هذا الصباح، يعني ما بحسش ان هو بالنسبه لي البرنامج اللي هو بتاع شغل اللي انت رايح تطلع الهوا وتمشي، يعني بحس بجد ان هو جزء مني وانا بعتبر نفسي جزء منه، يعني مش عارفه او الناس بتحسسني بكده. يعني المنحنيات الصعود والهبوط الحلقات والمشاكل والقضايا تشوفيها اجمالا ايجابيه ولا سلبيه؟ لا الحمد لله بشوفها اجمالا ايجابيه وما بحسش بحلقه يعني بمراحل الهبوط دي، الحمد لله انا ما حسيتش بيها لحد دلوقتي. يعني ما حسيتش ان مثلا الحمد لله عدى اسبوع حسينا ان المشاهده متاثره، حسيت ان لما رجعت ما لقيتش تفاعل في اجازه فرجعت ما لقيتش تفاعل معايا زي الاول. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما حصلتش. كل القنوات الفضائيه فيها برامج صباحيه، ايه اللي بتكون خالصه اللي بتكون موجوده عندك في البرنامج بس مختلف عن بقيه البرامج الصباحيه في القناه؟ بص بجد والله انا ما يعني اكيد انا ما بلحقش اتفرج على باقي الزملاء اللي موجودين في البرامج الصباحيه، واكيد هم ما بيتفرجوش عليا يعني لان احنا بنشتغل في نفس الوقت فاكيد ما بنشوفش بعض خالص. وانا بخلص البرنامج بيبقى عندي 100,000 حاجه اعملها. انا عمري ما دورت ايه اللي لازم يميزني عن باقي زمايلي، لاني انا مقتنعه ان احنا تعدادنا كبير جدا كمصريين، تعداد الشعب المصري كبير. فانت لما تيجي تبص للبرامج الصباحيه اللي موجوده على الساحه 5-6 مثلا، 6 برامج في 6 قنوات، ده مش كتير ابدا على المصريين اللي بالملايين. فانا عمري ما حسبتها كده خالص ولا فكرت بالشكل ده ايه اللي زميلي مثلا بيعمله برنامج تاني عشان انا اعمله فلا انا مميزه عنه. بالعكس انا ممكن اكون بقدم نفس الحاجه اللي ممكن زميل اخر بيقدمها او اخد نفس القضايا، لان احنا احيانا القضايا بتكون متشابهه ما بين البرامج، واحنا ممكن تلاقي فقرات متشابهه، واحنا ممكن تلاقي ضيف متشابه، واللي يقول غير كده يبقى غلطان، يبقى ما بيشوفش الحقيقه. يعني ما فيش حاجه اسمها انا بدور ابقى متميز، ابقى مدور، ابقى نمره واحد. يعني مش ممكن 96 مليون بني ادم يعملوا كلهم بالاجماع على شخص واحد، لكن هتلاقي ناس بتحبك وناس ما بتحبكش. لكن انا مؤمنه جدا بمساله القبول، يعني انا مؤمنه بانه مساله القبول اللي ربنا بيديه للانسان ده انا مؤمنه بيه قوي، ومؤمنه ان المشاهد بيعرف يميز ويفرق قوي، بيعرف مين اللي طالع يتكلم معاه عشان عايز يحل مشكلته بجد، او عايز ياخد شو من ورا الموضوع، او عايز يتواصل معاه بجد او لا، او مين كمان المذيع اللي قدام اللي هو ممكن يقدر يفتح له قلبه ويفضفض له ويشتكي له. دي يعني اصل الشاشه في الاخر مش هتجاملني، يعني ممكن ادخل قناه بواسطه لكن الناس تحبني بواسطه ده صعب. طيب فورمات البرامج